الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه عند وجود السبب. فسره السلف فقال بعضهم بالمسواك، يضربها بالمسواك. يذكر أن أحدهم قيل له هذا، فكان يضرب امرأته، فادعت عليه المرأة في المحكمة أنه يضربها، فقال والله ما أضربها إلا بالمسواك كما قال السلف. قالت سألوه أن يحضر هذا المسواك، فأحضر المسواك وإذا به متر وغليظ أشد من الخيزرانة، وقال أنا أفعل ما يقوله السلف، كذاب.